تقدر تحقق حلم طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة حتى يصير صيدلاني؟ أكيد تقول شعلية وهاي صعبة وما تصير، لكن الأستاذ محمد محسن الزريجي قال إلي علاقة ونص، وتوجه إلى منزل الطالب المتفوق محمد حسين اللي طلع معدل 93 بالإعدادية رغم وضعه الصحي، وقرر يتبنى قضيته ورفع مناشدات بكل المحافل وصولاً إلى وزارة التعليم العالي لاستثناء الطالب وقبوله بكلية الصيدلة وتكللت جهوده بالنجاح. الأستاذ محمد محسن اللي ما يعرف يقول شعلية كان أول المبادرين لزيارة الراقدين بالمستشفى وتقديم وجبات الطعام إلهم ببداية جائحة كورونا، يعني اتحدى العدوى وحظر التجوال. ولأنه مهندس كهربائي بشبكة واسط ساهم بفك اختناقات الشبكة بقضاء الحي بثلاث ناقلات عملاقة فكت اختناق الشبكة وحسنت الفولتية، بالإضافة لتعزيز شبكة كهرباء واسط بمحولة 400 كيفي. ابن واسط الأستاذ محمد محسن اللي يحظى بدعم أهله وناسه والمرشح لعضوية مجلس المحافظة، وقفوا وياهم بالمحنة لأن واسط تستاهل.